كلما يتقدم الزمن أرى أن هذه المقولة تصح. لماذا؟ لأن الشعوب والأمم بدأت تكتشف الحقيقة وتتقدم بسرعة مهولة وتضع نفسها في طريق التحضر بسرعة، إلا نحن. نحن ما زلنا مصرين على الماضي لأنه قانون أبدي منزل لا يمكن التلاعب به، وبالتالي نحجب على أنفسنا إمكانيات التحول والتحول. نحن من؟ نحن العرب؟ هذا يوجدني تشاؤما، يعني نحن العرب أم من؟ العرب والمسلمون. حلو، تفضل. نعم، هذا الحقيقة يجعلني يعني أزداد تشاؤما، لأنه من غير المعقول أن نفوت الفرص في كل فترة. كانت أمامنا فرص مذهلة مع بداية القرن العشرين عندما بدأت تتأسس دولنا على أسس جديدة عالمية مقررة من قبل يعني جمعيات أممية مثل الأمم المتحدة وغيرها، لكن مع الأسف الشديد لم نستثمر هذا فيما بعد. بنينا بعض الأمور البسيطة هنا وهناك، لكننا لم ندخل في ركب الحضارة بشكل صحيح. ثم جاءت أحداث أخرى بعد ذلك، يعني ما حصل في العالم من تحولات و وجود قطب واحد وإلى آخره، ولم نستثمر هذا. والآن نحن في معترك حضاري شديد جدا أمام قطبيات جديدة ستنشأ في العالم، ولا دور لنا بكل صراحة أقول لك. يعني أنا هذا السؤال لشعوبنا العربية و يعني حكوماتنا ودولنا العربية والإسلامية، يعني إلى متى نبقى على هامش التاريخ؟ يعني لماذا لا ندخل في هذا التاريخ الحديث والمعاصر بكل أدواته، وندع موضوع الأديان وموضوع الروحانيات وتراثنا، ندعه كشيء نرجع له حين نحتاجه. أما أن يكون هو القانون المسير لنا، فهذه تشكل لنا عائق كبير جدا. الشعوب الآن لا تتحرك ولا تتطور بأديانها ولا بقومياتها ولا بماضيها. دكتور